ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده عندي جزيره المعادي، وهصور لكم جزيره المعادي. النهارده يوم الثلاث 7/5، امبارح كان شم النسيم. كل سنه وانتم طيبين. دي البوابه، سعر تذكره الدخول هي 50 جنيه. وده الطريق، كنت حابه اوريه لكم. هنا احنا قدام مستشفى القوات المسلحه، لو انت جاي من حلوان هتاخد اي ميكروباص وتنزل. دي شكل البوابه وده شكل الدخله بتاعتها. هندخل بقى واحنا هنقضي اليوم كله جوه جزيرة المعادي. طبعا انا كنت هنا الساعة 4 العصر، طبعا ده افضل وقت تنزلوا فيه في التوقيت الصيفي. الشمس مش هتكون حامية. هنشوف مع بعضينا 4 قاعات افراح، ولا اروع من كده. هنشوف مع بعضينا المطعم الريفي والمطعم الايطالي ومطعم افندينا، كافيتيريا هواي. هنشوف مع بعضينا ملاهي جرين بارك. المكان جميل جدا. ده اول ما بندخل من الجزيرة، ده عبارة عن كوبري خشب او جسر خشب. طبعا زي ما احنا شايفين اهو، مفروش نجيلة صناعية. هندخل بقى كده مع بعضينا وهنشوف ايه الاجواء جوه. الجسر اللي فاصل بين الجزيرة، طبعا دي بوابة الدخول الرئيسية اللي احنا داخلينها دي، ورانا بقى البوابة اللي بنقطع منها التذاكر. كل بقى الجسر ده الفاصل اللي احنا بنعدي عليه نخش الجزيرة. أسعار الدخول 50 جنيه. النهاردة التلات، تاني يوم شم النسيم. الجزيرة هي زي ما احنا شايفينها. طبعا ده هنا نهر النيل والناحية التانية نهر النيل. الجو جميل جدا النهاردة. اليوم مشمس وجميل جدا. الدنيا ربيع والجو بديع. بصوا شكل نهر النيل عامل ازاي. يلا بينا نكمل بقى وندخل. دي عربيات الجولف. احنا كده بقى داخلين الجزيرة وهنشوف معانا بقى المطاعم الموجودة جوه وقاعات الافراح ومدينة الملاهي. طبعا الجزيرة دي احب الاماكن لقلبي، هي ودريم بارك. دول اكتر مكانين انا بحبهم جدا. كل سنة وانتم طيبين، شم نسيم سعيد عليكم، اجازة صيف سعيدة. اول ما بندخل كده داخلين على مطعم افندينا والمطعم الريفي، الاتنين قصاد بعضيهم. هصورهم لكم. ده شكل المطعم الريفي. طبعا بيقدموا وجبات فطار الصبح، بيبقى عبارة عن عسل وجبنة وحاجات زي كده، يعني اسعارهم كويسة. ده مطعم افندينا على ايدنا الشمال. اول ما بندخل من بوابة الحديقة، النهاردة 3/7/5/2024، يعني فيديو حديث. احنا النهاردة الساعة 4 العصر. طبعا الجزيرة علشان كبيرة فبيبقى الجو رايق فيها، لان هي مساحتها كبيرة يعني، فالزوار مهما كانوا كتير برضو ايه بتبقى رايقة. تعالوا ندخل مطعم الريفي كده ونشوف الاجواء جوه عاملة ايه. بصوا بقى قد ايه المساحات الخضراء جميلة جدا. بجد الدنيا ربيع والجو بديع. اليوم كله ب50 جنيه، تقدروا تستمتعوا بيه معانا في جزيرة المعادي. هنا احنا امام مستشفى القوات المسلحة.
اي ميكروباص هيجيبك لو انت جاي من التحرير، هتقول له المعادي، او لو رايح حلوان برضو هتنزل قدام مستشفى القوات المسلحه، هتبقوا هنا في جزيره المعادي. جزيره المعادي فيها 3 مطاعم مختلفين، المطعم الريفي والمطعم الايطالي ومطعم افندينا. فيها اكتر من كافيتيريا بيقدموا مشروبات ومأكولات، فيها قاعه افراح اهي مقفوله، هنلاقي كمان قاعتين مكشوفين جوه، ممنوع دخول المأكولات والمشروبات ولعب الاطفال، لان هنا في ملاهي كبيره جدا هصورها لكم دلوقتي. زي ما قلت لكم اجازه سعيده بقى، ويلا بينا طبعا نقدر نستمتع بالجنينه طول الصيف. قلت لكم الجنينه دي من احب الاماكن لقلبي، بحب اجيها جدا لان الخضره اللي فيها دي حقيقي بتريح الاعصاب. وطبعا هم بيفتحوا من 9 صباحا ل 12 مساء، نقدر نستمتع بيها في اي وقت من الاوقات اللي قلت لكم عليها. كل سنه وانتم طيبين، يلا بينا مكملين، هصور لكم بقى بقيه الجنينه جد حلوه جدا جدا. بصوا بقى احنا كده داخلين على منطقه الملاهي، زي ما احنا شايفين هناك اهو بيعملوا فشار او زلابيا او حاجه زي كده. بصوا اهو في لوحه بتقول ان دي منطقه الكيدز اريا وملاهي جرين لين جرين بارك. ده بوابه الدخول، يلا نخش ونشوفها. والناحيه الثانيه فيها المسجد والاتوبيس النهري وقاعه زمروده والمطعم الايطالي وقاعه هواي وقاعه جرين جاردن بلازا وقاعه جولدن نايل. ده المكان، دي اللوحه بتقول كده، وده الحنطور بيلف الحديقه كلها او الجزيره كلها. مش عارفه اسعاره ايه. بصوا نقدر نستمتع بالقعده في الارض كده على النجيله زي ما قلت لكم. على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، انه بيفتشوا الشنط بره على البوابه، فلو داخلين باكل ومشروبات وحاجات من دي فبلاش، يعني ما انصحكمش. لو جايين في وقت الغدا ممكن تتغدوا هنا في اي مطعم اللي قلت لكم عليهم، لو جايين بقى في وقت الفطار ممكن برضو تفطروا هنا او تفطروا بره وتيجوا تاخدوا مشروب بس هنا. بصوا هما زي ما بيقولوا مكان قادر يسعدك، هو فعلا مكان قادر يسعدك، هتلاقي فيه حاجات كتيرة، هتلاقي فيه أنشطة كتيرة، كل اللي انت محتاجه هتلاقيه جوه الجزيرة، مش محتاج تطلع برا. ملاهي، ألعاب، عجل، جمل، عربية بتلف الحديقة كلها. دي شكل مدينة الملاهي اللي داخلينها. بصوا احنا كده داخلين على منطقة الألعاب او مكان الملاهي، ومعانا طبعا العجل ده والبدال. العجل سعر ربع ساعة 30 والبدال الربع ساعة 40، وفي طبعا عجل صغنن ينفع لسن 3 سنين و4 سنين. حبيت برضو اعرفكم المعلومة دي واقول لكم العجل ده من الانشطة الجميلة جدا الولاد بيحبوها جوه. هندخل بقى على الملاهي، وسعر اللعبة جوه الملاهي بتبدأ من 25 لحد 80 جنيه. انا سألت وقالت لي كده. هنلاقي طبعا جوه في الملاهي العاب كتيرة. هنا احنا كنا مستنيين نركب العجلة الزرقاء دي بس للأسف مرضيش وركب البدال، هنشوفه مع بعضينا برضو. البدال لعبة حلوة قوي بصراحة عجبتني. دي بقى الملاهي اهي داخلين.
جرين بارك. طبعا الملاهي دي فيها لعب كتيرة جدا، فيها مكان مخصص اهو، فيها زحليقة او ترمبولين ونطيطة وبيت كور. ده الربع ساعة كان عامل 80 جنيه. الاسعار، في اسعار عجبتني وفي اسعار لا، بصراحة حسيت ان هي استغلال. كمان هتشوفوا معانا القطر اللي بيلف الحديقة، هتسمعوا معانا ان هو بيقول لي الربع الجولة ب25، ولما جيت ركبت قال لي لا 50 جنيه. قلت له ازاي؟ قال لي لا، اصل انتوا بتاخدوا العربية انت والولد 50، طب انا نفر واحد. قال لي لا، فهو استغلال بصراحة. فهتشوفوا معانا ازاي انا كنت حابة اركب القطر اللي بيلف الحديقة علشان ياسين بس، بس هو حسيت ان هو استغلال. يعني انت ماشي فاضي، انت لو ركبت النفر ب25 زي ما بتقول حقيقي هتستمتع وهتركب الناس وكمان هتكسب. لا هو بيدخل الحديقة بيطلع بنفرين ثلاثة وبيلف الحديقة ويرجع تاني، فدي برضو عيب قابلني، حبيت برضو ايه اشارك معاكم. هنا المساحات الخضراء كانت جميلة جدا داخل الحديقة. انا دخلت الملاهي وطلعت تاني للأسف، لان ياسين كان عاوز البدال الاول او عاوز يأجر عجلة الاول، يعني اول نشاط حب ان هو يجربه ان هو ايه العجلة دي. الملاهي بقى جميلة جدا، فيها أحصنة فيها سلاسل فيها عربيات تصادمية فيها نطيطة فيها بدال مية صغير بتاع الأطفال اللي بيحبوه. ده مكان كيدز اريا كده برضو اهو متحوط بسور، ده برضو داخل الملاهي. برضو الربع ساعة برضو كانت عاملة ايه 50 جنيه. الولاد بيلعبوا في كل الألعاب دي. هنلاقي برضو سينما هناك وبيت رعب، وده بلياردو للي بيحب البلياردو، كان لسه ما فتحش، احنا لسه كنا الساعة 3 العصر. المكان جميل جدا، المكان فعلا يستحق الزيارة. الولاد هيلعبوا ويخرجوا كل الطاقة اللي عندهم، هترجعوا مشحونين بطاقة إيجابية أو هتخرجوا الطاقة السلبية اللي عندكم. كمان ممكن تستمتعوا بالجولة في نهر النيل في المركبة، هصورها لكم برضو وهوريكم. كمان ده فشار. كل مكان في الحديقة هتلاقوا فيه كافيتيريا، يعني لو عايزين تجيبوا مية ايس كريم حاجة ساقعة عصاير حاجات دي مش هتمشوا كتير، لان الحديقة كلها مجهزة باماكن كتيرة جدا للمشروبات والمأكولات. كمان البيتزا عندهم كان بتبدأ من 50 جنيه و75، طبعا دي اسعار جميلة جدا. انا كنت فاكرة اسعارهم غالية، لا طلعت اسعارهم كويسة. دي لعبة بقى الحوت او لعبة الدولفين، حقيقي اللعبة دي كانت كويسة، كان نفسي اركبها. ودي الفناجين طبعا او الكوبايات زي ما ياسين ما بيقول، ياسين مسميها كوبايات. ونلاقي لعبة المنخل هتشتغل دلوقتي هوريها لكم. هنلاقي العاب كتيرة جدا. ده القطر اللي للأسف مركبناهوش لانه استغلال. ولعبة الساقية دي برضو كانت كويسة جدا، ياسين كان حابب يركبها لوحده انا مرضتش. هنلاقي لعبة توب سبين، فسحة سعيدة ورحلة سعيدة. ولو استفدت بمعلومة صغيرة مني ياريت تحطيلي اشتراك ولايك، الكومنت بتاعك حقيقي بيفرحني جدا، بيخليني انزل اصور تاني واوريكم اماكن جديدة وفيديوهات جديدة. ده التوب سبين كان برضو كان عامل 25 جنيه. في برضو لعبة مركبة صغيرة هنشوفها مع بعضينا دلوقتي. كل سنة وانتم طيبين، اجازة صيف سعيدة. الاجازة خلاص اهي فاضل شهر الامتحانات وخلاص الاجازة هتبدأ. والولاد هيحبوا يتفسحوا ويخرجوا بقى، والمصايف بقى كل سنة وانتم طيبين. هصور لكم مصايف كتيرة، هصور لكم حمامات سباحة كتيرة لو حابين. اكوا بارك زي علاء الدين وجويل اكوا بارك، ومنطقة وحمام سباحة العبور او اكوا بارك العبور. هجيب لكم الاسعار والتفاصيل وكل حاجة، استنوني. المكان جميل جدا، هو جزيرة المعادي زي ما قلت لكم، من احب الاماكن لقلبي هو وسفاري بارك ودريم بارك. ده لعبة المنخل هسيبها لكم تتفرجوا عليها وتستمتعوا بيها وهكمل معاكم. ده بدال الاطفال، بدال ميه كده الطفل الواحد بيركب فيه ويقعد يبدل. اللعبه دي برضو كانت عاجبه ياسين وبتعجب كل الاطفال اللي في سنه. كانت عامله 25 جنيه. هنا في كافيتيريا اهي احنا شايفينها او مطعم صغير.
برضو حبيت اوريكم القعده على النيل عامله ازاي. المكان جميل، في اكتر من مطعم، في اكتر من كافيتيريا، في مكان كمان بنشتري منه هدايا ولعب للولاد. دي المركبه اللي قلت لكم عليها، ودي لعبه العروسه. ده شكل الملاهي من جوه بقى، من عند نهر النيل. لو حابين تتمشوا، حابين تقعدوا في اي مكان، حابين تطلبوا اكل من هناك، في فاهيتا وبرجر، في اكل كتير كتير يعني، في سلطات ومقبلات، في مشروبات، في حاجات كتير هتعجبكم حقيقي يعني، مش هتحتاروا وهتختاروا المطعم اللي هتقعدوا فيه. ده شكل نهر النيل، حبيت اوريه لكم ازاي. بصوا القعدة هنا جميلة جدا، لو هتقعد وتاخد الكوفي بتاعك او القهوة، المكان جميل والقعدة كمان جميلة جدا. انت قاعد على نهر النيل وبتشرب قهوتك او عصيرك، او حابب تتمشى بس من غير ما تشرب اي حاجة، يعني حابب تتمشى في الجزيرة بس، ده مسموح عادي جدا. بصوا بقى المعلومة، ركزوا يا جماعة، ممنوع دخول المأكولات والمشروبات، بيفتشوا الشنط بره. حبيت برضو اقول لكم عليها اهي، وانبهكم تاني علشان لو حابين تيجوا. دي منطقة الكيدز اريا، وهسيبكم تستمتعوا بيها. 2 جنيه بتقعدوا فيها وقت مفتوح، مش ساعة ولا 2 ولا حاجة. 30 جنيه بتقطعوا تذكرة، والولاد بيلعبوا لحد ما يزهقوا ولحد ما تروحوا. الكيدز اريا موجودة في مدينة الملاهي جوه. اهي الملاهي، ودي الكيدز اريا. العاب بقى زحاليق ومراجيح، من سنتين بقى لحد 6 سنين 8 كده يعني. بس الملاهي اللي بره ينفع اطفال يلعبوها يعني، ويركبوا الملاهي اللي بره. بصوا هي مساحتها حلوه، مش وحشه، العاب كويسه، مش متهالكه. كمان نجيله صناعيه، مش رمله ولا كده يعني، عشان الولاد ما يلعبوش وما يتعوروش. السعر كويس جدا وحلو، مش وحش. زحاليق كتيره، كمان في مكان اهو ايس كريم وميه وعصاير. انا لسه جايبه ميه منهم بس ب7 جنيه، بس ازازه صغيره، فاسعارهم هنا كويسه. اسعار الحاجات بتبقى غاليه عن بره شويه، فبيقولوا علشان تبع القوات المسلحه وكده. وهنا اجرنا الياسين بدال، وربع ساعة ب40 جنيه، مش عارف يبدل بيه. اللفة بكام؟ 25. طب يلا العب علشان العب انا كمان اخد لف. لا هعرف. ودي شكل قاعة الأفراح اللي معانا في جزيرة المعادي. طبعا دي القاعة المكشوفة اللي قلت لكم عليها في الأول، وهناك القاعة اللي هي المقفولة أو المغلقة، هنشوفها مع بعضينا، أحاول أجيب لكم التفاصيل. أكيد دي جي بقى وسيشن وتورتة وجاتو والعروض كلها اللي بيقدموها، هحاول أجيب لكم كل الأسعار وكل الإيه الحاجات اللي انتوا لازم تعرفوها. ده شكل القاعة،
شايفين عرايس القمر الصغيرة دي، جايين برضو في فرح النهاردة في القاعة دي، هيعملوا فرحهم بالنهار. يا قمر وده شكل الكوشة. وده شكل البوفيه. بصوا بقى المساحات الخضراء قد ايه قد ايه جميله. دي قلت لكم القاعه، وهنا معانا فرح، وهنشوف العروسه دلوقتي. هتيجي معايا؟ طيب هنا الناس بدأت تيجي اهو، دلوقتي الساعة 6 مساء، بدأوا بقى يجوا الناس طبعا عشان في فرح النهاردة، وعشان تاني يوم شم النسيم. وياسين راكب البدال مش عايز يقوم من عليه، اللعبة عجباه قوي، عاملة زي العجلة كده. بص دي كلها اعداد بقى، بتبقى الشكل جميل قوي بالليل، وانت قاعد هنا بقى بتاكل ايس كريم او حمص الشام او زلابيا، بيعملوا هنا حاجات كتير قوي. احنا هنا لسه بدري، قلت لكم الشمس طالعه اهي، بس طبعا الجو هيبقى جميل قوي بالليل، هصورها لكم برضو بالليل. احنا كده داخلين على المطعم الايطالي اللي في الوش على طول، ودي قاعة الافراح، في كاتب كتاب معانا. هنا في جامع لو حابين تيجوا يوم الجمعة، وفي مكان كمان للوضوء. ايطاليانو ريستورانت، المطعم الايطالي، هندخل عليه بقى كده ونصوره كده. اجمل ما فيه ان هو بصوا على النيل مباشره، بصوا بقى جمال القعدات على النيل.
دي مرسى النهر الخالد. وده شكل المكان، جميل جدا. بصوا القعدات عامله ازاي على نهر النيل مباشره. بصوا ده مرسى النهر الخالد او النهر. المركبه دي نص ساعه ب50 جنيه، بتاخدكم كده جوله في نهر النيل، في مشروبات وفي بيتزا وفي شاي وفي عصاير. الاسعار بتبتدي من 20 جنيه للشاي، والمشروبات بيبقى ب45 جنيه العصير. انا شايفه الجو فوق جميل جدا، انا عايزه اخد جوله فيها، بس للاسف هنودي البدال اللي معانا ده ونرجع بقى ايه نركب المركب. ده الجنب التاني من المطعم الايطالي برضو، لو حابب تقعد هنا مباشرة على نهر النيل كده، لو حابب تقعد في المكان التاني اللي احنا صورناه ده. المركبة اللي بناخد فيها نص ساعة جولة في البحر او في نهر النيل. طلع اصورها لكم بقى، شكلها جميل قوي. هي بتطلع من هنا، ده المرسى، ده في جزيرة المعادي. النص ساعة ب50 جنيه عفوا. بصوا شكل المطعم عامل ازاي. بصوا ده اندور او الدور. المكان جميل قوي. لو اعصابك تعبانه او عندك اكتئاب زي كده، او حابب تغير جو، حقيقي هنا جزيره المعادي جميله قوي، هتغير لك مودك وتغير لك جوك. كمان انتوا ممكن تقعدوا هنا هتستمتعوا بالساعه في نهر النيل، وهتستمتعوا كمان لما المركبه تكمل. هي بتطلع من اول 12 فرد. تعالوا بقى نصور فوق. بصوا الجو جميل ازاي. بصوا ده نهر النيل. الخضرة والمية والوجه الحسن طبعا، مفيش اجمل من كده. يلا بينا نطلع بقى الدور التاني.
دي المطعم الإيطالي، تقدروا تستمتعوا بيه وتقعدوا من أي اتجاه أو أي ناحية، ده أو هنا على النهيلة. دي قاعة أفراح جرين بارك، داخلين عليها أهو، حتى مكتوب الاسم جرين بلازا. عفوا، مش عارفة معلقة معايا ليه جرين بارك، هي جرين بلازا. بصوا بقى دي شكل البوابة، بصوا دي قاعة عاملة ازاي، قاعة افراح جميلة جدا. بقول لكم ويلكم، مرحبا بكم في قاعة افراح جرين بلاد. ده شكل الديكورات بتاعتها، دي طبعا تعتبر تاني قاعة معانا. في كمان قاعة افراح معانا، هصورها لكم برضو. ده شكل الاستيدج والدي جي والسماعات، المنظر هنا جميل جدا. ممكن تكون الكاميرا مش قادره تجيب التصوير او عكسه فعلا المكان، بس المكان جميل جدا. دي القاعه المغطاة او المغلقة، اهي مش عارفة احنا هنفع نصورها ولا لأ. ودول كده يكونوا التلات قاعات معانا الافراح اللي موجودين، هنكمل بقى مع بعضينا كده. فاكرين لما حكيت لكم على اليوم بتاع جزيرة السعادة او الهابي لاند، لما قلت لكم ده كان اسوأ اختيار ان انا اخترت المكان؟ فعلا كان اسوأ اختيار. والفيديو موجود على القناة، تقدروا تتابعوه وتشوفوه. انا هنا دفعت 50 جنيه دخول،
وخمسين جنيه النهر الخالد، وطبعا الملاهي زي ما احنا شايفينها، واجرنا بدال باربعين جنيه. طبعا ما تعديناش المية واربعين جنيه اهو لحد دلوقتي، انما هناك دفعنا 180 جنيه الدخول، وما استمتعناش باليوم وقضينا نص ساعة. فعلشان كده كنت بتمنى ان انا اجي جزيرة المعادي او سفاري بارك، علشان فلوسي ما تروحش في الفاضي. وفعلا هنا اليوم جميل جدا، يعني اقل الفلوس انبسطت بيها واتفسحت، وحسيت ان فلوسي ما راحتش في الفاضي. كمان المساحات الخضراء كتيرة جدا زي ما احنا شايفين، المسموح لنا نقعد على النجيل عادي. يمكن من ضمن العيوب، بس هو عيب واحد بس، ان ممنوع دخول مأكولات ومشروبات، ودي العيب ده نقدر نداويه ان احنا ناكل بره ونشرب بره وندخل عادي، لان احنا ممكن نقعد 3 ساعات من غير اكل عادي او 4 ساعات، فدي ما يعتبرش عيب كبير قوي. طبعا لان المصاريف يعني بتاعت الاكل وكده ممكن تبقى غاليه شويه هنا، بس احنا ممكن نقضيها اي حاجه بره وندخل نستمتع بالوقت ونطلع ناكل بره عادي، اللي هو بحسب امكانيتنا او حسب استطاعتنا. فسحه سعيده ورحله سعيده، وهصور لكم بقى حمام السباحه لو عرفت ادخل، لان احنا دلوقتي حاليا الساعه 6 مساء، فلو عرفت ادخل حمام السباحه هصوره لكم. بصوا زي ما قلت لكم مسموح اهو الاقعاد على النجيله ازاي. المكان هنا جميل جدا جدا جدا. العروسه اهي لسه جايه، هعمل لكم عليها زوم ان. دي عروسه قاعه جرين بلازا، العروسه بتاعت قاعه زمردة لسه هنشوفها. اشتراكات بقى ولايكات كتيره لو عجبكم الفيديو. عايزة اوريكم قد ايه بلدنا جميلة جدا، وبلدنا فيها اماكن كتير قوي نخرج فيها ونتفسح فيها وننبسط فيها بأقل الامكانيات. يعني لو معانا فلوس قليلة هنتفسح، لو معانا فلوس كتيرة هنتفسح، نقدر نخرج في اي ملاهي كبيرة لو احنا حابين، دريم بارك، زاد بارك، جيرولاند، سفاري بارك، دول اربع ملاهي كتيرة جدا كبار جدا لو حابين نستمتع بيهم، واسعارهم بتبدأ من 30 جنيه لحد 250 جنيه. حابين تيجوا جزيرة المعادي، فيها ملاهي وفيها المركبة وفيها 3 مطاعم، فيها مساحات خضراء كتيرة، لو حابين تيجوا اليوم بخمسين جنيه. كده حبيت اوضح لكم بس واقول لكم. طبعا دي ابراج المعادي اللي في وشنا اهي. حدائق بقى رخيصة بقى، عندك حديقة عابدين، عندك حديقة الحرية على كبر قصر النيل، عندك حدائق كتيرة زي حديقة الأسماك، حديقة العبور، حديقة الفنون، حديقة أم كلثوم، كل دي حدائق بخمسة جنيه أو ما تتعداش العشرين جنيه، مسموح بدخول المأكولات والمشروبات عادي. عندك فسحة على النيل في المانيال، ممكن برضو تنزل تاخد مركب من هناك. عندكوا أماكن فسح كتيرة وخروجات كتيرة، وأحاول أصوركم بلدي. انا بفتخر ان انا مصريه، احاول اصورها لكم كلها على قد ما اقدر علشان تعرفوا تتفسحوا فين وتخرجوا فين. كنت معاكم انا حياة احمد، لايكات واشتراكات وكومنتات كتير، كومنتكم بيسعدني ويفرحني. ده مطعم افندينا. اول ما بندخل كده، اول ما بندخل من بوابه الحديقه او بوابه الجزيره. ماما ليه ما تفتحش بقى خالص وانا ما افتحوش؟ بصوا ووتر بارك هناك اهي، اهو حمام السباحه، اهو اهو زوم ان. يلا بينا على حمام السباحه.
طبعا اكيد انتوا عارفين شعاري ايه، لازم لما اروح حديقه اصورها لكم كلها من اولها لاخرها علشان تقدروا تستمتعوا باليوم وتعرفوا انتوا جايين هتشوفوا ايه وهتستمتعوا بايه. طبعا دي لوحه برضو بيقول لك هنا داخلين على مطعم افندينا اللي هو ده، ومطعم كافيه موكا شينو ووتر بارك وكافيه قاع هوا. ياسين انا اهو، ياسين انا اهو، قول باي قول باي. بصوا كمان من الانشطه اللي لقيتها هنا، دي منطقه الصيد، اسمها كده منطقه الصيد، السناره من عندك انت وبتدخل التذكره بتبقى 150 جنيه للصيد. ده كمان نشاط حلو قوي. وده ياسين عايز يركب القطر، هنلفي بيه الحديقه كلها ومستعجل. السناره اهي، السناره بتدفعوا التذكره ب 150 جنيه من بره. منطقه الصيد اهي اهي يا جماعه، اول ما بتدخلوا عند المطعم الريفي. مطعم تعالى يلا. ياسين تعالى. ده مكان السيشن، بيبقى عريس وعروسة ومصور. طبعا المكان بيتحجز من قبليها لو حابين تيجوا. ما كانش ينفع اني ادخل اصور المكان طبعا لان كان فيه عروسة. ده زي لوكيشن كده وفي اماكن كتيرة بقى للتصوير، عريس وعروسه ومصور عندهم، مصور من عندهم. لو حابين تحجزوا بيبقى الاسعار معاهم طبعا، الاسعار بتختلف من وقت للتاني. فحقيقي انا مش عارفه اسعار دلوقتي، واحاول اجيب لكم الاسعار لو حابين وهكتب لكم تحت في الكومنتات. هنا كنا داخلين على الووتر بارك يا حبيبي. حمام السباحة مفتوح ولا مقفول؟ ده سكيت بيتأجر اهو زي ما البنوتة ماشية كده بيه، هشوف اسعاره ايه وهقول لكم. وده مكان الكاراتيه، وده بقى حمام السباحة.
هنا الاسعار بتاعت حمام السباحه، بيقول لكم المواعيد من 3 ل 4 حد وخميس، 7 حصص شهريا. السعر بيبقى 500 جنيه لسعر الاشتراك. طبعا حمام السباحه بيبقى مفتوح الصبح للسيدات من 9 صباحا ل 11 مساء. ده شكل المقاعد. الحمام سباحه فيه كافيتيريا كويسه جدا برضو، علشان لو حابين نطلب قهوه واحنا قاعدين نستنى الولاد وقت التمرين، او مشروب او ماكول او ماكولات. ده شكل البوفيه اللي بيقدم مشروبات والماكولات. جنبيه على طول السيشن بتاع العرايس. هنمشي على طول هنلاقي مطعم افندينا، او لما ندخل الحديقه. طبعا الحديقه جميله جدا والكاراتيه هناك جميل. طبعا الكاراتيه والسباحه طبعا لاولادنا اللي هم ايه سكان المعادي. بصوا كمان واحنا ماشيين هنا في اخر الحديقه بقى، لقينا ملعب كره القدم، وكمان ينفع الولاد بقى يلعبوا جوه كده. في اخر الحديقه هنلاقي كافيه هواي، وقاعه افراح هواي كمان. دي كانت فسحتنا ودي كانت خروجتنا. لو وصلتوا لغايه هنا لايك واشتراك وكومنت، حقيقي كومنتك بيفرحني جدا. ده كان شكل الملعب.
اجمل ما في الحديقه المساحات الخضراء والملاهي والمراكب ومرسى النهر الخالد، قاعات الافراح، مكان الصيد، انشطه كتيره جدا نقدر نستمتع بيها. يا رب اكون قدرت اصور لكم الجنينه او اوريكم قد ايه هي حديقه جميله تستحق الزياره، واوريكم قد ايه الانشطه اللي فيها جميله جدا. هنا الولاد كانوا بيلعبوا بالكوره بقى بره على النجيله، عادي مسموح برضو يلعبوا جنب ايه جنب في نهر النيل. طبعا المرسى بتاع كفلوكة قريب من هنا من جزيرة المعادي، قلت لكم الساعة بتبقى ب 300 جنيه. بصوا بقى دول مركب طالعين يصطادوا كده، الله على جمال نهر النيل. الكفلوكة اهي، يا رب اكون قدرت افيدكم وقدرت اوريكم قد ايه الجزيره جميله وفيها اماكن كثيره جدا. انا لحد دلوقتي ساعتين بتمشى فيها، لسه للاسف ما قعدتش، هنروح نقعد عند منطقه الملاهي. الحديقه طلع فيها 5 قاعات افراح. بصوا هنا بقى زي ما حكيت لكم وقلت لكم ان احنا كان نفسنا نركب الايه القطر. طبعا ياسين كان فرحان جدا، ولما سألت على السعر قال لي 50 جنيه، قلت له لا طبعا. فحبيت برضو اقول لكم عن النقطة دي او اوريكم المقطع اللي احنا حابين نركب فيه القطر. ده كان شكل الملاهي وقت الغروب. طبعا الناس بقى بدأت تيجي اهي، والالعاب بدأت تشتغل. احنا الصبح كنا موجودين الساعة 3، فالالعاب ما كانش شغالة او ما كانش فيها حد، لكن على الساعة 5 كده 6 بدأوا الناس يجوا طبعا، علشان كمان قاعات الافراح اللي موجودة. فبدأت الالعاب بقى تشتغل اهي معانا وبدأوا الناس يجوا. دي كانت خروجتنا وتجربتنا لجزيرة المعادي. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا خرجتوا معانا وتفسحتوا معانا.
السيارات التصادمية اهي برضو كانت ب30 جنيه سعر الجولة او سعر اللعبة. ودي الكيدز اريا اللي قلتلكم عليها الصغيرة اللي هي متحوطة بسور حديد للاطفال علشان يلعبوا فيها، قلتلكم ربع ساعة كان عامل 50 جنيه في السلاسل والفناجين والقطر الصغير اللي بيلف بيهم ده. انشطة كتيرة جدا هتنفع لولادنا ويحبوها. وده بقى المكان كان لسه هيفتح دلوقتي، احنا حوالي كنا الساعة 5:30، دلوقتي بقى هو لسه فاتح، قلتلكم ربع ساعة 80 جنيه. زحاليق وبيت كور ونطيطة او ترمبولين صغير. واللعبة اللي معانا هناك دي كانت برضو عاملة 25 جنيه. اهو الالعاب بقى بدأت تشتغل. يلا رحلة سعيدة وعيد سعيد، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الاضحى خلاص فاضل ايام بسيطة، كل سنة وانتم طيبين، خروجة سعيدة. اتمنى لكم بقى ان الفيديو يعجبكم زي ما قلت لكم، وكمان لعبة العربية دي بتبقى حلوة قوي. حطوا لي اشتراك ولايك وتفرجوا على بقية الفيديوهات اللي في القناة. لو عجبكم اي مكان او لو عايزين اي مكان اصوره لكم ياريت تكتبوا لي تحت. عايزة الففكم مصر كلها واوريها لكم، ده هدفي في القناة وشعاري في القناة، اوريكم مصر كلها. فيها اماكن كتيرة جدا للخروج. دي النطيطة كانت عاملة برضو 25 جنيه في الحدود دي، اسعار حلوة اسعار كويسة، فيها الغالي وفيها الرخيص، نقدر نختار اي لعبة الولاد حابينها ويلعبوها، نقدر نستمتع باي لعبة واحدة بس او اتنين زي ما انت حابب. دي لعبة الاخطبوط اللي قلت لكم عليها من شوية ان هي كانت عجباني وكان نفسي اجربها، السلسلة انا بدوق منها. ياريت تتفرجوا كمان على زاد بارك، زاد بارك فيها اكبر ساقية في مصر كلها. هسيب لكم الفيديو تحت في الاي تقدروا ترجعوا له. وهنا بقى المكان المخصص للصيد، المقطع ده مش عارفه ايه اللي جابه هنا، المفروض ان هو كان يعني في مكان المخصص للصيد يعني وقت ما صورته لكم. المكان جميل جدا، اول ما بندخل على ايدنا الشمال في مطعم افندينا بنلاقيه مكان مخصص للصيد لو عايزين تصطادوا. لو القناطر بعيدة عليكم شوية تقدروا تروحوا جزيرة المعادي، والسعر هيبقى 150 جنيه والسنارة من عندهم، وتقدروا تروحوا تصطادوا هناك وتستمتعوا برحلة الصيد. او دي مركبة صغيرة كده بتطلع بالساعة، هنا موجودة في مطعم أفندينا اهو، أول ما بندخل كده عند البوابة.
سيبي. هنا كنا داخلين مطعم افندينا بقى اصوره لكم واوريكم الاجواء فيه عامله ازاي. طبعا مطعم افندينا ده اول ما بندخل حديقه على ايدنا الشمال، وليه داخله كمان للمراكب اللي احنا لسه شايفينها الصغيره دي. اعداد جميله جدا، بصوا الاعداد عامله ازاي. وكمان هنمشي شويه هندخل على اللوكيشن بتاع التصوير اللي قلت لكم ممنوع الدخول فيه. كان نفسي اصوره لكم واوريكم اللوكيشن عامل ازاي، علشان لو حابين تتصوروا فيه خطوبه او اعياد ميلاد او فرح او اي مناسبه يعني. الاعداد هنا جميله جدا. اجمل ما في المكان ان هم مشغلين ام كلثوم، يعني وانت قاعد تشرب القهوه كده بيبقوا شغالين لك اغاني ام كلثوم. طبعا تبقى الاغاني جميله جدا. دي كمان مركبه برضو بينفع تحجزوها برضو للمناسبات لو حابين برضو اعياد ميلاد خطوبه حفلات زفاف اهو. بصوا المكان شكله جميل ازاي وقت الغروب. اعداد هناك بتبقى جميله جدا. Thank you.